يقول السائل: نحن من جنوب روسيا، وكثير من المنتسبين إلى الإسلام يقعون في الشرك الأكبر هناك بسبب أخذ دينهم عن شيوخ الصوفية. سؤاله: ما كيفية تعاملنا مع هؤلاء؟ وهل نتعامل معهم معاملة المشركين أو معاملة المسلمين الجاهلين؟ أنتم تعرفون أنهم مشركون، ولكن ما تتركونهم، ادعوهم إلى الله، بينوا لهم، ربما أنهم يجهلون، ادعوهم إلى الله، بينوا لهم، لما عرفتم الحق بينوه لهم لعل الله أن يهديهم، فإن لم يقبلوا فاتركوهم، ابتعدوا عنهم، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. نعم.